السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتمي التين لقائمة الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لمعظم وظائف الجسم، إذ بالإضافة لمذاقه الحلو اللذيذ، فهو يزخر بالألياف المحسنة من عمليات جهاز الهضم، في حين بتوفره على البوتاسيوم والكالسيوم، فهو يعزز من سلامة العظام. وأخيراً فيما يخص تأثيره على سكر الدم، فعلاوة على مؤشره وحمله الجليسيميان المنخفضان المعادلان على التوالي 35.6 لكل 100 غرام، فقد أشادت العديد من الدراسات بفعاليته تجاه الداء، إذ حسب إحداها أجريت على 10 أشخاص مصابين بالسكري من النوع الأول، فإن تناول شاي أوراق التين مع وجبة الإفطار قلل من احتياجاتهم لجرعات الأنسولين بنحو 12%. ومن هنا، فإن كنت تعاني من داء موضوعنا وترغب في الاستفادة من فوائد التين الصحية، فما عليك إلا تناول حبة طازجة منه في حصة واحدة في اليوم. كما يمكنك أيضا إرفاقه بمصدر غني بالبروتين كبيضة مسلوقة أو قطعة من الجبن، وذلك لضمان الحفاظ على معدل السكر في الدم مستقرا نسبيا. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومة حول فاكهة التين، وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.